دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان ايضا اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الجوله الثانيه من تصفيات القاره الاوروبيه المؤهله لنهائيات اليورو. وعندنا ايضا متابعه لماتشات الجوله الرابعه من تصفيات القاره الافريقيه المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية. المدارس دي بتعتمد على مرتكزات أساسية بتشمل منظومة تطبق المعايير الدولية ومناهج دراسية قائمة على الجدارات وفق نظام تقييم بيشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالي مع تأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو، من أهمها مباراة منتخب فرنسا مع منتخب أيرلندا الساعة 9:15 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب هولندا مع منتخب جبل طارق. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، من أهمها لقاء منتخب الجزائر مع منتخب النيجر الساعة 6 بالليل، ولقاء منتخب غينيا مع منتخب إثيوبيا الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب السودان مع منتخب الجابون.